ساتشي. خلينا معك كاي. ادي ساتشي الهيوج سان طبعا طبعا هيوج بلاي رايحه بالنسبه لفريق يوجي الا لو مش شعوعه شباب بيبسس الا تك وحداري بسش الاكاي مش معروف الله شو استفر هو ده ممكن بدل الجل ممتاز من ساد في الاخير الفار موجود مو يعاقب املي على البيك ورا هذه سموك بنحب ناكل فار لازمه الكلاتش ولكن ضد مين ضد المو وصلنا الى ماتش بوينت ممكن يجيب الكل الاول على الدخول من ظهر كيمو انه ريزي موجود ريزي يفشل في اخذ الكل وشويه ادفانتج فريقك شوف هو معبود هم من غير بومبوت ادي اول وادي ثاني دي ممكن تربل في اول يبحث عن المزيد ولكن سباي تريد محاوله العوده الى السايت مابو ذكي سهله بالنسبه لي ايزو يضيف الثالث معاها الجوست ايزو يحب يموت موجود ولكن سبوتد بسبايك اب مره اخرى ايزو ممكن يكلاتش هذه المره وحيد من دون الايز ولكن حذاري من الكومنت من الديفيوز يا ايزو تنفع للاثنين واشرب بس الانجل ادي واحد يلا هذه في البيت قول لي هو كان في تكتيكال تايم احنا ما خدناش بالنا منه ولكن فيها ترسيوري وخصوصا سمارت ادي اول كل ادي ثاني كل يلا اديني ثالث كل يلا يا سيكري 125 اتش بي ما بالكش غير الفاينل لازم فلاش من وراه دبل ساتشر على السايد هل فيها كل ممتاز سمارت شوف تريد من سيكري قبل النزول من الهوكا وسيمون دارك بصاروخ سيمون دارك حذير يتراجع على القلب وممتاز المولي على الفكره ولكن دبل كل اوربتر سترايك من بي جي جي تنهي حياة سمارت وزميله اشرف وبي جي جي بكوادرا كل هيد شوت دلوقتي في 2 ضد 2 كيوبسي سبراي سموكس يبقى يقرب ناحيه البي جي جي ولا سبراي موجود ولكن سمارت ممكن يجيب المالتي كل الاول وعلى الثانيه فيك لاول مره شوت سبراي في سبراي في كل اول على سمارت على 100 اتش بي غير من بسش الكيوبس بص يمينك يا سكري ادي اول وادي الثاني 95 اتش بي 67 تكرر شاه يا كي سيمون دارك يضيف كل اخر ويبدا يتصارم هيد شوت من مونير خلصت الشوت نايس دلوقتي بتطلع ناحيه سمارت يا راجل مقارنه في بايند سمارت جيب دبل كل ممكن تريبل لكن ما نجحش فيها الان ممكن نشوفه اونتي بلانت نو فاست ريتيك اول والثاني